نرصد حالة الطقس اليوم الخميس. زي ما احنا شايفين النهارده احنا بنقرب من شاطئ بلاش رأس البر، حالة الطقس ما زالت غير مستقرة، تقلبات جوية، موجة من الصقيع وانخفاض درجات الحرارة، ولكن لا توجد أمطار حتى الآن. الجو حاليا حالة من الصقيع والبرودة مع انخفاض درجات الحرارة. بنشاهد صورة حاليا في المشهد، صورة بلاج رأس البر، صورة البحر، ارتفاع في الأمواج واضح جدا مع شدة الرياح. المنطقة طبعا خالية من جميع المواطنين. بالأمس كان ارتفاع الأمواج خرج على شاطئ البلاج، وقامت الوحدة المحلية برأس البر بعمل سواتر ترابية بالقرب من منطقة الشاطئ لمنع خروج المياه إلى شوارع رأس البر. نلاحظ خروج مياه البحر على الممشى القريب من شاطئ بلاج رأس البر، ولكن المنطقة طبعا خالية جدا من أي مطرين أو من أي رواد رأس البر أو سكان. حتى الشتاء كان متقطع ولكن كان أمطار غزيرة وانخفاض في درجة الحرارة وتقلبات جوية واضحة، ما زال أثرها ممتد حتى اليوم الخميس. هناك تعليمات من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برؤساء الوحدات المحلية بسرعة رفع أي مخلفات للأمطار ومياه الأمطار من الشوارع لسهولة الحركة. ما زلنا بالقرب من شاطئ البلاش رأس البر، نلاحظ خروج المياه بالقرب من الشاطئ.